الإعلام الغربي قولا واحدا عنده ازدواجية في المعايير، وابتدى مرحلة جديدة ليست فقط تبني وجهات النظر، لأ ابتدى الترويج ليها، وابتدى يعيد خلق مواقف ويعيد تصديرها للمشاهد بحيث ان هو يتبناها بلا نقاش. يعني هو بيخاطب الوعي واللاوعي كمان، او الادراك او داخلي. للاسف الشديد نحن امام مدرستين في التغطيه الاخباريه ولدور وسائل الاعلام. المدرسه الاولى هي المدرسه السوفيتيه، وتصف الاعلام بانه اما منحاز واما محرض، وهم يمارسون ذلك فعليا. المدرسه الاخرى بقى هي المدرسه الاكثر غرابه، اللي هي المدرسه الامريكيه الاوروبيه. يتحدثون عن الحيادية، يتحدثون عن الموضوعية، وأن الإعلام محايدا وليس منحازا. ثم مع كل قضية تخص الوطن العربي والشرق الأوسط نتحدث عن أحداث غزة، للأسف الشديد يطبق النظرية السوفيتية في التحريض والانحياز المطلق، وكان ذلك جليا منذ اليوم الأول. لأنه المدقق في تلك التغطيات سواء للقنوات والإذاعات التي تصدر باللغات الأجنبية أو حتى الموجهة للمنطقة العربية والناطقة بالعربية وما أكثر ذلك. ولذلك أنا أنبه أن هناك اهتمام ومنذ عقود بالتوجه للمنطقة العربية. لدينا العديد من القنوات الناطقة باللغة العربية، ولدينا مسؤولين تم تعيينهم، مثلا الجيش الإسرائيلي يتحدثون أن أفخاي هو المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، هو معين للإعلام العربي، يعني تخصصه هو الإعلام العربي. صحيح. ومتابعة كل ما ينشر في الصحافة والقنوات والإذاعات العربية. وعشان أدلل لحضراتكم والسادة المشاهدين على مدى الخوف والرعب والذعر من التغطية الإعلامية العربية ونقل الحقيقة، سأحدثكم فقط عن ما حدث بالأمس. هناك قصف حدث واستهداف للمنطقة السكنية التي يسكن فيها مراسل قناة الجزيرة، وأصفر ذلك عن استشهاد، هم يقولون مقتل ونحن نقول استشهاد زوجته ونجله ونجلاته. إذن هناك استهداف حقيقي للإعلام العربي ولنقل الحقائق. أضف لذلك أن فيما يزيد عن 20 صحفي استشهدوا، طبعا أكثر من 22 صحفي. ويمكن نقابة الصحفيين أنا بشكرها على بيانها بالأمس للتعاطف والتضامن. الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في هذا الأمر، يجب على الهيئة أن تهتم بهذا الملف، لأنه لدينا مراسلين أجانب في الداخل. أضف لذلك أنا عندي خبر صار جدا سمعته من الأستاذ أحمد الطهري، وهو قرب انطلاق قناة القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية. هذا سيكون تحدي كبير للإعلام العربي، لأني لما كنت بقول دايما في كل الصحف والقنوات أن احنا نفتقد الأدوات، أهم هذه الأدوات هي القنوات الموجهة باللغات الأجنبية، لأن احنا نتحدث باللغة العربية وقنواتنا أغلبها باللغة العربية، فهي مؤثرة على الرأي العام العربي، والرأي العام العربي مساند للقضية. يعني أنت ترى أن هو هناك أكثر من خطاب بيوجه، خطاب للغرب وخطاب باللغة العربية، كل بيناقش النقطة أو المدخل اللي ينفع يتعامل مع الشعب؟ أنا بقول أكثر أن احنا محتاجين ليه؟ لأنه يعني بتكلم من الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي للأسف كل الروايات الكاذبة تصدر من الجانب الإسرائيلي وبدليل. لو كنا بنتحدث عن إذاعة البي بي سي، إذاعة البي بي سي دائما تقول نحن مع الصدق ونحن مع الثقة ونحن مع الموثوقية والتحقق من الأخبار. البي بي سي نشرت بيان وتقرير، يا جماعة أنا بعتبره تحريض صريح ومباشر على استهداف المدنيين وقتله. نشرت تقرير بعنوان هل تبني حماس الأنفاق تحت المستشفيات وتحت المدارس، ثم لم تكتفي بذلك بل قدمت إحداثيات للمستشفيات ومنها مستشفى المعمداني، ثم تم قصف المستشفى. صحيح أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى البي بي سي حتى تقصف المستشفى، ولكنها قدمت المبرر. وأنا بقول أن دور الإعلام ليس دورا تحريضيا، ولكن دائما كنا بنقول انزل وأنقل الحقيقة من على أرض الواقع بالبث المباشر. حتى السي إن إن، واحنا عندنا بنتنا المصريه رحمه زين اللي لقنت مذيعه السي ان ان درسا قاسيا امام معبر رفح، وقالت لها انتم تتحدثون بروايه واحده هي الروايه الاسرائيليه، انتم تغضون البصر والنظر عن القتلى اللي هم الشهداء، هؤلاء هم الشهداء من النساء ومن الاطفال ومن كبار السن. يا جماعه نحن نتحدث عن اكثر من 6000
شهيد وآلاف الجرحى والمصابين والمفقودين من الجانب الفلسطيني. إذن هذه هي القصص التي يجب أن يركز عليها أو تركز عليها وسائل الإعلام. نقطة أخرى معلش لو تسمحوا لي، لدينا في تلك الأحداث قصص إنسانية، وانتم عارفين أن المواطن الغربي في أمريكا وفي الدول الأوروبية يهتم أكثر بالتعاطف الإنساني. يعني أنا أدعو وسائل الإعلام المصرية والعربية والقنوات المصرية والعربية إلى يعني ننقل هذه القصص الإنسانية ويتم ترجمتها بشكل فوري باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، ونوجهها إلى تلك الشعوب لبناء رأي عام، لأني أرى أن هناك تحول محدود، هو تحول محدود في الرأي العام الشعبي لتلك الشعوب، وإن لم يكن مناصرا للقضية الفلسطينية ولكنه داعما للحقوق الإنسانية. صحيح. لأنه الإنسانية فوق الجميع. أضف لذلك أن هناك استهداف ومزايدة على الدور المصري في تلك القضية من وسائل الإعلام الغربية.